مساء الخير، مساء الحب، مساء السلام، مساء الجمال. شو اخباركم؟ او ماي جاد، اشتقت لكم يا جماعة، ما ادري اذا اشتقتوا لي ولا لا. شكرا لللايكات والقلوب والهدايا. ثانك يو، شكرا جزيلا. كل عام وانتم بخير، رمضان مبارك. اكيد حسيتوا كذا الجو تغير، صار في شيء كأنه كذا دخلنا باللورة، كذا في شعور مختلف، في اجواء مختلفة. طيب يا جماعة، اول شيء ابغى اقول لكم انه نبغى نبدأ في نية الروحانية. فكرت بما انه احنا بدينا رمضان نبغى نستغل هذه الفرصة، وبصراحة انها فرصة ترى ما هي سهل انها تتكرر رمضان. يعني تخيل ممكن عندك مليار شخص حول العالم قاعدين يصومون وعندهم يعني شعور ومعتقد وكذا، صعب تتفوت هالفرصة صراحة. فنبغى من الليلة نحط نية الروحانية. فبحط لكم النية، وبرضو عندي خلفية جوال جديدة تقدرون تحطونها الآن، والآن موجود على الموقع مواد روحانية. قلنا برضو يمكن في أحد يبغى يعني يبدأ مع بداية رمضان، يبدأ بأنه يعني يدخل الأجواء الروحانية كذا، فقلنا أحسن أنه إحنا تكون مواد الروحانية موجودة من بداية رمضان. العام كان الشهر بادي، كان رمضان بادي أعتقد كذا مع الشهر، فكان يعني مشى معانا كذا بطريقة، يعني كنا مع بعض كذا ماشيين. بس هذه السنة ما كان فيه توقيت متفق، فقلنا ليش لا نمشي إحنا مع رمضان. أوكي، نمشي مع رمضان. المواد الروحانية راح تكون موجودة الآن إلى نهاية شهر رمضان. المواد عندنا نداء الروح، عقود الروح، عمر الروح، قصة الروح، علم الصيام، أسرة الروح، رسائل الروح، ورمضان ريكونكت، وعندنا الجديد مواقيت الروح والجوع الروحي. مواقيت الروح والجوع الروحي. طبعا خلال شهر رمضان راح نتكلم عن بعض هذه الموضوعات، يمكن بعض الموضوعات نقدر نتكلم فيها أو نقدر نسمع أجزاء منها، يمكن بعض الموضوعات ما نقدر. يعني تعرفون موضوع الروحانية يعني ما هو زي موضوع الحظ، يعني أي واحد ممكن يعني مهتم أو كذا، يعني كل الناس مهتمين بالحظ بس مو كل الناس مهتمين بالروحانية. أوكي، فهذا هو المقصد. طيب، سمبوسة؟ لا للأسف ما أكلت سمبوسة. للأسف ما أكلت سمبوسة. طيب اليوم نبغى ندردش كذا على خفيف، ما نبغى ندخل في العميق، نبغى ندردش على خفيف على موضوع الروحانية. وبعدين ناخذ أسئلة، نبغى برضو ندردش عن رمضان شوية وناخذ أسئلة برضو. أول شيء أبغى أقول لكم إنه فرصة رمضان ترى صعب تتكرر. الإضاءة ضعيفة معقولة؟ قاعد أخفضها كل اليوم من شد ما هي قوية. فرصة رمضان صعب تتكرر خلال السنة بالنسبة لنا، لأنه يعني حتى ترى أيام الحج مثلا تلقى مجموعة مثلا يمكن مليون، مليونين، 3 ملايين هم اللي رايحين وحاجين، وهم اللي يعني مرتبطين بشعور معين، وبقية المسلمين قد ما يكونون داخلين في الجو أو داخلين جزئيا يعني. لكن رمضان غالبا تلقى كثير من المسلمين أو يمكن جزء كبير منهم داخلين في الجو، سواء في الصيام، في الصلاة، سواء في بعض الالتزامات، بعض السلوكيات، سواء في الشعور، في الشعور انهم اوه واو دخل رمضان، يعني عندهم شعور مختلف.
يعني يبدون يتكلموا مع الناس بطريقة مختلفة، يبدون يعني عندهم مراعاة معينة، معناها تغير الفايب كذا، صار في يعني جو مختلف. تخيل عندك يعني أكثر من 1,000,000,000 شخص يعني عندهم هذا الشعور أو عندهم هذا السلوك أو عندهم هذا المعتقد مع بعض، في شيء قاعد يصنع. الشياطين مربطة. في شيء قاعد يصنع، يعني حتى لو قد تكون تسمعني وأنت مش مسلم، أبغى أقول لك برضو هذه فرصة بالنسبة لك، فرصة بالنسبة لك إنه هذا العدد الهائل من الناس اللي متفقين على قصة واحدة، إنك تدخل في هذا الجو يعني بصراحة فرصة. وأعرف إنه بعض الناس برضو عندهم يعني مثلا شك في موضوع الصيام أو شك في توقيت الصيام أو يعني أي شكل من أشكال الشك، أبغى أقول لا، ترى فرصة، تبقى فرصة، يبقى هذا الوعي الجمعي اللي يعني متفق في هذا الوقت، ها، حتى لو كنت تعتقد إنه التوقيت مو هذا هو التوقيت، إنه هذه فرصة للجميع إنك أنت تدخل في هذا الجو، تصوم، تصلي، تذكر، يعني يكون عندك أي من السلوكيات اللي أنت تعتبر نفسك إنك أنت فيها، تتصل بالله وتتصل بروحك وتراجع نفسك وتراجع أوراقك، ويعني تصحح المسار. ممكن أنت ماشي خط يعني غلط، ماسك خط يسار وأنت تبغى يمين، يمكن حان الوقت إنك أنت تسوي يوتيرن، يمكن إنه أنت يعني طول الوقت كنت داخل في دوامة وفي فوضى، حان الوقت إنه أنت تهدأ، إنه أنت تسوي ستوب مرات لبعض الملفات، إنه أنت يعني توقف بعض الأشياء اللي مسويت لك ضجيج. شفت مرات تحس إنه كأنه فيه، كأنه زي ما نقول ماطور كذا جوا راسك، كأن في كذا طاحون جوا، في أشياء يحتاج إنك أنت تسكتها، تقفلها، تهديها، تحطها كذا فريز شوية، تجمدها شوية، وتاخذ نفس، خلني شوية أرجع لنفسي، خلني أركز، خلني أتصل، خلني أشوف الدنيا هي وش صاير، أنا وش مهبب، وين رحت، لفيت غلط، رحت للطريق المنحدرة، اتخذت قرارات غلط، يعني سويت أشياء ما كانت صح، فكرت بطريقة غير صحيحة، مشاعري كانت طايرة ولا موقعة، ولا يعني ما كنت ماشي في طريق صحيح. فهذه فرصة صراحة، فرصة. مع انه على فكرة رمضان ايضا فيه ضجيج، يعني الجو اللي يدخلون فيه الاشخاص اللي يقررون انهم يدخلون هذا الوعي الجامعي، وانهم كانهم مع بعض كذا جوا باللورة جميلة، ايضا في اشياء مشتتات، في اشياء، في طول الوقت في مسلسل يشدك، في قصة بايخة هنا، في جمعة كذا فيها هوشة، في شخص يعني كذا يعني يسوي مشكلة، إلا ما تكون متواجدة هذه المشتتات. لكن أنت دورك إنك أنت تستغل إنه الفترة هذه الاتصال أسهل، إنك تطفي الماطور اللي في راسك أسهل، أسهل أسهل بكثير، وتقدرون تحسونها، تقدرون إنه من يوم دخل رمضان تحس إنك كذا دخلت شيء، دخلت باللورة، طلع رمضان في شيء راح، في شيء كذا اختفى. هذا هو الجو، هذا هو هذه هي طاقة رمضان. فمو سهل انك تصنعها في اي وقت، مو سهل انك تسويها او تجدها في اي وقت او في اي زمان او في اي مكان. ذلك انت ساعد نفسك انك تتواجد في هذا الجو، ساعد نفسك انك انت تطفي بعض هالاشياء المزعجة. ليش لا انه انت توقف بعض الملفات، انه انت تخلي يعني بعض الاشياء شوية يعني على جنب كذا، لما ترتب الأشياء وتستطيع أنك أنت تتصل نفسك أكثر. على فكرة ترى مو بس المسلمين، في أشخاص يعني أنا مثلا لما أكون في أمريكا أصدقائي يصومون معاي وهم مو مسلمين، بس ترى كل الأديان وكل الفلسفات المحترمة وكل الطرق الروحانية عندها قضية الصيام حاضرة حاضرة. يعني إذا كنت أنت في طريق الروحانية، يعني يستبعد أنك أنت ما استخدمت الصيام كطريق للتطور، يستبعد،
يستبعد جدا. يعني هذه أداة كثير قوية، كثير قوية، أداة يعني فعالة في التطور. وفي بعض الفلسفات تأخذها الموضوع يعني أكثر بكثير، يعني صيام رمضان كثير يسير وكثير سلس وكثير سمح. في بعض الفلسفات لا، في صيام يعني أوه واو يطول أكثر، ويعني عنده قصص أكثر. فكل الأديان وكل الفلسفات عندها هذه القصة أو عندها هذه الأداة، وكل شخص يسير في طريق الروحانية قد يأتيه كذا نداء من جوا كذا، يعني يحس مرات أنه هو ما يبغى يأكل، أنه هو ما يبغى يأكل، ما يبغى يأكل، يبغى شوية يعني يحس أنه كذا يعني متصل، ما يبغى يعني يلخبط هذا الجو. وقد تحس أنت إذا كنت ذاك اليوم مثلا صايم ويعني ما في بالك، وأنت مشغول في فكرة الأكل ولا هي موجودة في رأسك، تحس في صفاء شوية في ذهنك، تحس انك صافي، انك انت تقدر يعني توصل لعمق معين قد ما تستطيع انك انت توصل وانت مو صايم. طيب خلونا ناخذ اسئلة، ما نبغى ندخل كذا كثير عميق، ناخذ اسئلة. او ماي جاد، شوفوا البدايات. إيمان حبيبتي تقول اليوم استرخيت في الدوام وصحيت في الحلم، أوكي، وكنت قادرة أتحكم بس خفت لأن حاولت أتكلم بس ما سمعت صوتي وكأن جسمي ميت. طيب يا جماعة، رسالة لنا كلنا، بداية رمضان والروحانيات مرتفعة، جاك أي استيقاظ في الحلم اللي يقولون عنه جاثوم، ما أرجوك استمر، لا تتراجع، ما في شيء يخوف، حان الوقت، هذا نداء، حان الوقت، أوكي؟ لما تستيقظ في الحلم، لما تحس إنه أنت صار عندك جاثوم، كمل القصة، كمل القصة، لا تخاف، لا تتلخبط، ما في أي شيء، ما في أي شيء قاعد يصير، هو كل شيء ماشي بوقت صحيح وبوقت سليم، لا تلخبط القصة. حبيبتي تقول أحس عندي دورين في الحياة، دور تأديبي مع الناس الغير متربية، ودور آخر أفيد الناس ويعتقدون أن عندي حدس وفهم لمشاعرهم. حبيبتي أنتي يعني تحسين دورك أنك أنتي كذا معك عصا وتأدبينهم وتهاوشينهم وكذا. أنا أقترح عليك تحضرين رسائل الأرواح، ممكن تشوفين إيش رسالة روحك وإيش تحمل هذه الروح، إيش دورها في الحياة. وتكلمت في قصة الروح، أو ممكن في مواقيت الروح، تكلمت على موضوع الأدوار، أو هل ممكن أنت يكون عندك أكثر من دور أو أكثر من رسالة، وأنه هذا الموضوع من الممكن أنه يصير، بس أنه يعني يستبعد أنه يكون عندك دبل، يعني دورين في وقت واحد، يعني من الممكن يكون عندك دور بعدين تسلم تنتهي وتنهي هذه القصة بعدين تبدأ بدور آخر، تبدأ بقصة أخرى أو رسالة أخرى. لكن في فلسفات ترى انه لا، عندك انت يعني عدد من التكاليف في وقت واحد، ما اشوف انها يعني قصه متزنه. ادعوك الى حضور رسائل الارواح، راح تفهمين الموضوع اكثر، ومواقيت الروح شرحت فيه النهايات والبدايات هذه. سامي يا حبيبتي تقول هل التجليات تكون أقوى مع طاقة الروحانية؟ بدون أدنى شك أنه القصص المادية يسيرة على الروح، ما هي قصة كبيرة، يسيرة على الروح، جدا يسيرة على الروح. Oh my god, thank you, thank you. الجسد المادي والفكري والمشاعري كلهم خاضعين لقصة الروح،
والتجليات عادية بالنسبة للروح، ما هي موضوع صعب، ما هي موضوع كبير، إلا إذا كانت هي لا تريد الأمر أن يتجلى. وشرحت هذا الموضوع في الجوع الروحي، لما تكون أنت جايع جايع تبغى هذا الشيء والروح مقفل الباب عليك. لكن القصص الأخرى، إذا الروح هي ما عندها يعني ارتباط معين تجاه المنع، ليش ما يكون هذا الشيء موجود؟ بس برضو أبغى أقول قصة يعني أو موضوع كثير مهم، إنه تدري إنه أنت يعني حتى ما تحتاج توصل هالمرحلة عشان موضوع التجليات. يعني مثلا شخص يبغى يجلي الثراء، شخص يبغى يجلي مثلا نجاح كذا، يعني تدري إنه أنت يعني ما تحتاج إنك توصل لهذه القصة الروحانية يعني عشان ما المفروض أقول كذا، صح؟ المفروض أشجعكم أقول يلا خلنا نحط نية الروحانية، بس فعلا يعني كثير من الأشخاص هم قد ينشغلون بالقصص الجسد الطاقي والروح عن انهم هم يضبطون مشاعرهم. تخيل مرات الموضوع هو بسيط، هو قصة بسيطة ان انت مثلا تنظف الخوف، لكن بدون ادنى شك انه اذا انت تبغى تشتغل على مستوى الروح اكيد كل شيء ما دون ذلك هو خاضع لقصة الروح، كل ما دون ذلك كل الاجساد الثانية هي خاضعة لقصة الروح. لكن خلني ابغى اذكرك برضو، هو إيش أنت مقبل على الروحانية مثلاً، وأنت تقول أوكي أنا بجذب الفراري الحمراء، بجذب شنطة الشانيل، يلا خلونا نروح للروحانية، لأنه الروحانية يعني بتعطينا يعني خير، بتعطينا كثير يعني ماديات وأشياء وكذا. فأنت رايح بهذه النية، رايح بالنية المادية أصلاً، يعني رايح أنت إيه يعني القصة عندك إيش يعني؟ انت تخدع تبغى تخدع النية، تبغى تسوي لها سربرايز يعني، تبغى يعني انت جايب لها تقول هي الروحانية، مش نيتكم الروحانية، انا رايح للروحانية، بتروحن انا ها، رايح للروحانية. وبعدين تلف الورقة من ورا شنطة الشانيل والفرار الحمراء من ورا يعني على اساس انه هو اللي شايف، بس الكون مو شايف القصة، فهو يقول روحانية ها، لا نسوي مديتيشن وكذا وصيام ونصلي وكذا. ترى الكل شايف الكل شايف، بس انت تحس انه يعني تحس انه انت مخبي الموضوع، يعني ما حد عارف حاجة، ترى انت مكشوف 100% يعني كل القصة، يعني ما تقدر تخبيها. فودي صراحة انه انت لما تحط نية الروحانية انها تكون صادقة ومخلصة، انك تكون مخلص وصادق، زي لما كنا في شهر يناير قلت لك يا عمي تبغى تحط نية الثراء حطها بصدق، لا تقعد يعني ثراء الروحاني ومدري، لا يا عمي ابغى فلوس، روح دايركت للموضوع، خل عنك اللف والدوران والضحك خلاص يعني معليش، احنا ضجنا عن كذا، احنا اكبر من كذا يعني. اوكي يعني شخص ممكن توه داخل الموضوع ونقول تعال يا عمي في قانون الجذب وكذا وتجيب الفراري الحمراء عشان يدخل القصة، ف خليك صادق يعني إذا أنت تبغى الفراري الحمراء على طول مباشرة على الفراري الحمراء على طول، لا تلف، هذا أقصر طريق، ترى إذا قلت الروحانية وكذا ولفيت الموضوع أنت تعقد الفراري الحمراء، هي عادي سلسة تجي مباشرة مجرد أنك أنت تركز معها بطريقة بقوانينها. فخلونا مباشرين. برضو خلنا أقول لكم على قصة مهمة أو موضوع مهم، اللي هو انه الشخص كل ما كان عنده مساحة اكبر، غالبا يعني كل ما كان الشخص عنده مساحة اكبر للخيارات والاحتمالات والتجليات، كل ما استغنى عنها ما عاد هو بحاجتها، فهو يحتاجها بإلحاح لأنها ما زالت هي قصة اختبار للقدرة اللي هو يحتاج أنه يفهمها في هذه التجربة، قدراته وإمكانياته أنه هو يستطيع، يحتاج أنه هو يختبر الموضوع أكثر. فكل ما صار الشخص عنده تطور روحاني أكثر، كل ما كان أنه هو مو مهتم أنه يصير عندي تجلي لهذه الفراري وتجلي للشنطة، مو مهم
مو مهم خلني لا انا ابغى انا يعني ممتلئ بالقصة الروحانية وممتلئ بشعور معين فماني محتاج هذه القصة المادية. لا يعني هذا اني اقول لك لا تطلب القصة المادية على طول، تبغى فلوس على طول رح الفلوس، تبغى فرح على طول رح الفرح الحمراء وهكذا. كنا رحنا عميق شوي، مفروض خفيف اليوم. البتول حبيبتي تقول أبي أكون قريبة وأعرف عن الله بس مو عارفة كيف، ما أبي وسطاء دين. حبيبتي أنتي شوفي، إذا أنتي يعني تبغين تتصلين وتفهمين هذا الموضوع، أول شيء أبغاك تراجعين لي موضوع الريموت. الريموت وين؟ أوكي الريموت يا جماعة، مرات ترى كثير من القصص هي مرجعها الريموت وين. الريموت هو وين؟ هو الريموت، هو الريموت موجود معاك ولا موجود مع احد ثاني ولا ولا ولا. فانت عندك خوف انه احد يكون في النص وانك انت ما تفهمين الموضوع وكذا. برضو تكلمت شويه عن هذا الموضوع في الجوع الروحي، تكلمت شويه عن هذا الموضوع في الجوع الروحي، لانه في واحد من اشكال الجوع الروحي قد يكون عندك، ماني متأكدة، قد يكون عندك شكل من الأشكال هذا، إنه مرات الشخص يعيش في بيئة يصير فيها تقلبات دينية أو يكون فيها انتقالات هجرة من مكان إلى مكان أو يكون فيها تطرفات دينية. يعني مثلا يكون أبوك متطرف دينيا وأمك يعني النقيض تماما، او ابوك يعني مسيحي وامك بودست. فينشأ اشخاص يبحثون، يصير عندهم قصة البحث عن الطريق، او انهم هم يحسون انه وين الصح، وين الطريق الصحيح، فيكون عندهم هذه الحالة من الجوع. لها اشكال متعددة طبعا يعني في البيئات، يعني تظهر بشكل متعدد. خلونا يوم من الأيام راح نتكلم عن الجوع الروحي أكثر وبعض الأشكال للجوع الروحي، بس هذا يعتبر شكل من أشكال الجوع الروحي قد يكون. طيب أم علي حبيبتي تقول شلون أتخلص وأتحرر من الخوف والتفكير علما أني سويت جلسات تنفس عميق للقلق وتنفس الشفاء الذاتي. تقدرين تبدأين بجلسة الخوف، تنظفين فيها الخوف، وبعدين تبدأين بالأشياء الأعمق اللي هي مرتبطة بالطفولة ومرتبطة بالصدمات. طيب API الله يعينك ويقويك، والله المصيبة ما هي هينة ولا سهلة. أبغى أقول لك نظف الطفولة، نظف القصة اللي تم الاعتداء فيها عليك وتم تشويش وتخريب هويتك من هناك، من هناك الموضوع بدأ. نظف هذه القصة. ريم حبيبتي تقول هل كل البشر معنيين بالروحانية ولماذا البعض غير مهتم؟ اي صحيح، تكلمت عن هذا الموضوع في مواقيت الروح. مو الكل عند المواقيت خصوصا المرتبطة بالروحانية، لا مو الكل، وهي قصة تدافع، هي قصة تدافع. هو في اشخاص لابد انهم هم يعني يدخلون في الروحانية ويتعمقون، تكون عندهم الطرق مفتوحة وكذا، وفي أشخاص لا، عشان تصير القصة متوازنة ومتدافعة تستمر اللعبة. طيب صديقتي سام تقول أريد أن أدخل الروحانية في هذا الشهر ولكن أحس أني غير حقيقية، لا أشعر بأي اتصال. يعني أنك أنت غير متصلة، غير حقيقية شيء وغير متصلة شيء ثاني. يعني غير حقيقية يعني أنت
تحسين انه انت في وهم يعني، او انت مو موجوده، ولا بس انه في انقطاع في الاتصال؟ اتس اوكي okay. كثير ناس تنقطع اتصال بعدين يتصلون، او يتصلون بعدين يعني تجي ظروف ويدخلون في دوامات وينفصلون. عادي يعني، الشخص اللي غير متصل يحتاج الى ان يتصل، ذلك ما في شيء يستدعي انه واو انا ما اقدر لانه انا غير متصل. بالعكس، انت تحتاج اكثر لانك انت مش متصل. خلونا نشوف اسئله تيك توك. نتكلم عن الروحانيه يا جماعه. تخيلوا القى سؤال عن الزواج ولا عن الخيانه واحد رمضان. ونشحن، كيف نشحن طاقتنا بالله؟ ما ادري والله، شلون تشحنين طاقتك بالله؟ هاي تسألين الشخص اللي قال لك انه في شاحن طاقة بينك وبين الله. هل تلبس الجن بالإنس حقيقة يمنع الروحانية؟ شوفي، ما في أي شيء يمنع الروحانية، وتلبس الجن بالإنس في خلاف، في حد يقول لك ايه وحد يقول لك لا، في ناس مؤمنين بالقصة وناس مو مؤمنين بالقصة. يا حبيبتي I love you thank you. لي 3 سنين يتكرر علي 11 11. طيب حان الوقت، do it. 3 سنوات، ها 3 سنوات 11 11، خلاص خلاص حان الوقت، اشتغلي على الموضوع. ما أشعر بالروحانية أبدا، ولا أي مكان ولا أي وقت. ما هي المشكلة؟ المشكلة بدون أدنى شك إنها جواتك. يعني ممكن نقول لك والله أو دوري على مكان، روحي المكة، روحي المكان الفلاني، روحي عند ناس مجتمعين يصلون ولا يدعون ولا كذا. يمكن ما تشعرين بشيء، بس في النهاية القصة هي جواتك، القصة هي جواتك، انت اللي تقررين انك انت تتصلين ولا ما تتصلين. ومرات الشخص يكون عنده نوع من المقاومة انه هو يستسلم لي، مو يستسلم، هنا يقول يسلم للطريق الروحاني، لانه الطريق الروحاني ما في اثباتات، هو مش مرتبط بالعلم. وتعرف انه في فئة لا بأس فيها من الناس تعتبر انه اي شيء مو مثبت بالعلم هو خرافة وهو دجل وهو كذب. الأشخاص هذولا يرتبطون كثيرا بالحواس، حسيين، يعني يقولك أنا ما شفت الله، مو موجود. أنتم عايشين في خدعة، عايشين في خزعبلات، أنتم تتوهمون أشياء. أنتم فلو تقول لا والله بالعكس أنا دعيت وارتحت وكذا، قال ترى أنت يعني تتوهم القصة هذه وكذا. فهم يؤمنون بأنه مدام الموضوع هو في حس، في حواس مادية، وما دام احنا نتحدث بطريقة علمية فهذا مقبول. فانتبه، يعني هم كذا ينبهون انفسهم انهم هم انتبه لا تنزلق في قصة روحانية، لان الروحانية ما لها اثبات في المادة، الروحانية ليس لها اثبات في المادة، فبالتالي انت تصير غبي مغفل ومخدوع ومضحوك عليك، لانك انت اخترت انك تؤمن بشيء لا تراه، لا تسمعه، لا تستطيع انك انت تحسه بحواسك المحسوسة. وهذه طريقة او خلينا ما ندخل في هالموضوع، لكن اقصد انه اختيار مرات من الشخص انه هو يحمي نفسه من ان تتم خديعته، او تتم يعني السيطرة عليه، او غسيل دماغه او شيء. وفي نفس الوقت هو تورط في خدعة أخرى. يعني إذا كنت أنت تخاف أنك أنت تمشي في طريق روحاني بتكون مخدوع لأنه ما في إثبات، فأيضا أنت موجود في خدعة أخرى أنه أي شيء مو تشوفه أنت فبالتالي هو مو موجود. هذا أيضا خدعة أخرى أنت آمنت فيها وتورطت فيها. فبرات يكون الرفض من الداخل، أنا أقاوم الروحانية لأنه ما أبغى يعني أحط نفسي في هالموقف اللي ما في إثبات، لم يثبت
القصة لم تثبت، لم تثبت وفقا لإيش؟ وفقا للعلم، وفقا لإيش؟ وفقا للحواس، وفقا للجسد المادي، لم تثبت، بس لم تثبت وفقا للجسد المادي. أنا تائهة روحانيا حبيبتي أنتي، بس حددي شوية أكثر. يعني ممكن تلقين شيء في موضوع الجوع الروحي، إنه أنتي تحسين إنه أنتي واو وين الطريق، ما لقيت الطريق، وين طريق، طريق هو هذا ولا هذا ولا هذا، أنا كيف أتصل بالله، هو هذا الباب ولا هذا الباب، ولا هذه الطريقة ولا هذه الطريقة. نية التسليم والتوكل مناسبة للشهر؟ ممكن، بس يعني الروحانية تشملهم كلهم. يعني إذا تبغين اقتراحي بقول لك الروحانية أحسن. أزهار تقول هل رسالة الروح نفسها الاحتمال الأفضل؟ تتقاطع مرات معها ومرات لا، مرات تتقاطع معها ومرات ما تتقاطع معها. يعني مرات يكون الشخص هو طبيب وروحه روح مشافية، فما شاء الله، يعني هذا الطبيب اللي يقولك ما شاء الله كل عملياته ناجحة، ما يطلع منه الواحد اللي هو متشافي ولا يرجع، ولا يرجع يمرض مرة ثانية. هاي تقول أوه واو، هو شاطر وذكي ويعني متخرج بنسبة عالية وأحسن واحد في الحتة، فتقول أوه واو هذا احتمال الأفضل، وهذا هذا روحه مشافية. فأنت تشوف هالشخص متفوق في احتماله، وبرضه يعني هو يعني يعني عنده يعني كذا حالة خاصة استثنائية في قصته. أنا ما أؤمن بالكلام اللي تقولينه، وأحس علم الطاقة خرافة. إيه هو خرافة بالنسبة للجسد المادي، زي الجني، الجني خرافة بالنسبة للجسد المادي، زي الإيمان بفكرة الله. كثير ناس مثلك يقولون إنها خرافة لأنهم ما شافوا والله، لأنهم ما لمسوه، ما فهذا المذهب موجود، هذا المذهب موجود، هو مذهب كبير ترى وقوي، ما هو شيء يعني منذ الزمانات، منذ الزمانات هو هذا هو المذهب اللي يقول لك ما دام أنا ما شفت، ما دام أنا ما لمست، ما أصدق، خلاص ما أصدق القصة، خرابيط الموضوع، خرابيط وخزعبلات وخرافات، فما يقدرنا يقتنع. طبعا على فكرة في برضو ناس هم كذا بالطبيعة من ولادتهم، في بعضهم لا، هم تعرضوا لغسيل دماغ وصلهم لهذه الحالة، بعضهم هم بطبائعهم، لأنه تعرف عشان تصير التدافع الصحيح في الحياة لازم في ناس عندهم يعني قدرات مضاعفة حسية، ولازم في ناس عندهم قدرات مضاعفة حدسية. أوكي، لازم في إنسان عنده حدس دبل. يعني مثلا هذه اللي تقول أنا ما أؤمن بها أعتبر خرافات وكذا، مثلا أختها، تلقى أختها فجأة تقول فلان صار له شيء، ثانك يو، شكرا راشد. فأختها عندها حالة حدس عالية جدا كذا، فتقول لها هذه اللي ما تؤمن بالخرافات، تقولها خير خرابيط توهمات وتأليفات، بعدين يصير فعلا صار شيء، صار شيء، بتقول أوه واو، يعني أختها عندها الأداة وهي ما عندها. وهذا يخلي الواحد دائم يقول خلني أنتبه لنقاط ضعفي، لا توديني في 60 داهية، لأن نقاط ضعفك من الممكن أنها توديك للطريق المنحدرة، نقاط ضعفك من الممكن أنك أنت تنكر أي قصة روحانية، لأنك أنت ما تقدر، ما سبق أنك جربت، ما سبق أنك عرفت. لا تحلم، لا تقابل أرواح، لا سبق أنك حصل لك حلم واعي، لا سبق أنك حسيت إحساس صار لك صح، لا سبق أنك أنت تزامن، لا سبق ولا شيء من هالقصص اللي يحكونها الناس صارت لك. شو تصدق؟ معناها أنت عندك ضعف في هالجانب، أنت ضعيف، أنت ضعيف الجانب الروحاني وجانب الحدس عندك، وأدوات في الجسد الطاقي ضعيفة عندك، فما نقدر، ما حد يلومك، بس أنت بعد لازم أنت تنتبه أنه عندك ضعف، تنتبه أنك أنت ضعيف في هذه النقاط، ومن الممكن أنك تروح للطريق المنحدرة بسبب نقاط ضعفك هذه.
كيف أستغل وقت فراغي في رمضان غير أنه أقرأ قرآن؟ شوفي، أبغى أقول لك بعيدا عن رمضان، أبغى أقول إذا أنتي تقولين والله أنا عندي وقت، هذا الوقت أبغى أطور فيه نية الروحانية، وش الأشياء اللي أسويها؟ وإذا تذكرون تكلمنا عن هذا الموضوع في شهر العظمة، وقلنا أنه كل إنسان عنده أداة أقوى من أداة، كل إنسان عنده خلنا نقول طريق أقرب أو أسهل من طريق آخر. يعني في شخص يعني لما مثلا يعطي، يعني في سيدة مثلا تطبخ أكل وتعطي وتوكل الناس وكذا، خلاص تحس أنها كذا طارت، أنها راحت لمكان آخر، شعرت بشعور مختلف، استطاعت أنها كذا تتصل بهذول وتحس بشعورهم. يعني هذا الطريق اللي هي يعني منسجمة معه. في شخص بالنسبة له انه هو مثلا يصلي، في شخص انه هو يتأمل، في شخص انه هو يصوم، فتختلف الأدوات وتختلف الطرق. المهم انه انت تعرف نفسك، تعرف انه انا كيف استغل هذا الوقت احسن استغلال، كيف الموضوع هذا يشتغل معي بأحسن طريقة. مهم انك انت تعرف الأداة اللي انت تستخدمها. جلسة رسائل الأرواح بتفيدني معرفة احتمال الأفضل؟ مو شرط، مو شرط. بتساعدك على أنك أنت تعرفين دورك في الحياة، هل هو الاحتمال الأفضل؟ ما نعرف. كورس الضحك والمتعة، أو واو. أعتقد في شهر تطوير الجسد المشاعري، ولا أخذت الثقة وخلصتها وأخذت الخوف خلصتها، هل تطبيق كورس الغضب يعيق الروحانية بهذا الشهر؟ لا، ليش يعيقها؟ يعني حسب أنت وش تبغين تحققين في هذا الشهر، بالعكس ممكن يكون الموضوع أسهل، أن يكون أسرع. يعني طيب ماشي يا جماعة، كثير فيها استفتاءات، يبغالنا ندور لكم شيخ يفتي لكم. ولا احس انكم تدورون شيخ، تبون لكم شيخ. ماي جاد، كانت مخبيه كذا فلوس للروحانيه وراحت عليها. أمل حبيبتي تقول التائه تنصحينا برسالة الروح ولا قصة الروح؟ هو ليش تائه؟ قد يكون نداء الروح، بقول نداء الروح. قد يكون تائه لأنه متلخبط في علاقة، بقول عقود الأرواح. قد يكون تائه لأن عنده جوع روحي، بقول الجوع الروحي. هو ليش تائه يعني؟ رسائل الأرواح بس الشيء اللي انتي في الغالب تستفيدي منه رسالة روحك، رسالة روحك هي اللي بتستفيدي منها. قصة الروح لا، يشرح لك جوانب مختلفة عن الروح. فكذا سؤالك محير صراحة، سؤالك محير. هل الشخص الروحاني ممكن يساعد الآخرين ويرشدهم؟ ممكن، ممكن لا، ممكن هو دوره مو إرشاد، قد ما يكون عنده دور إرشادي. الدور الإرشادي مرتبط بأدوات معينة، فالروح اللي بتحمل الإرشاد تحتاج أنها عندها أدوات مناسبة للإرشاد. يعني ممكن شخص روحاني جدا يعني ما يقدم إرشاد، لكن هو يدخل البيت كل البيت يتصلح بدون إرشاد، ما يحتاج إرشاد. هو يعني يدخل الحتة كل شيء يعني يرجع للطريق الصحيح، كل شيء متلخبط يتضبط، كل شيء تعبان يكون صحيح. فمو كل روحاني هو مرشد، مو كل روحاني هو مرشد أو حتى معلم. واللي عنده روح المعلم هو يحمل أدوات تتطلب، عنده أدوات قوة في التعليم،
تتطلب انه هو يكون يعني جيد، يعرف يعلم، يعرف يعلم. فمو بالضرورة، قد يكون روحاني، روح مشافية، قد يكون روح. كثير من الفنانين هم روحانيين، يمتعون، ما يرشدون. لا يرشدون، ما يرشدون، بس هو يعني صار في صبغة للموضوع، انه مثلا عندنا رجل الدين هو اللي يرشد فبالتالي هو روحاني اكثر. لا لا، ممكن يكون فنان روحاني اكثر من رجل الدين، او مثلا هذا معلم في الوعي مثلا هو روحاني أكثر. لا، مو بالضرورة، قد يكون في شخص روحاني بس هو يقدر يعلم، هو عنده ادوات، يقدر يوصل فكرة، يقدر يؤثر، يقدر يغير، يقدر يوضح الموضوع، فعنده أدوات اللي تخليه هو مرشد. بس ممكن يكون شخص روحاني وأبداً هو مو مرشد، مو مرشد ولا يغير شد أحد، ويقول بعدوا عني، أنا مالي ومال الناس، ومالي ومال الإرشاد، ومالي ومال أعلمهم وبلش فيهم وخلوهم. فمو بالضرورة. فاطمة حبيبتي تقول كيف أتعلق بالروحانية، أحس مو مغري الموضوع نفس التعلق بالثراء. أي صحيح، هي يعني أول شيء أنا أحيي فيك يعني هذا الوضوح، ما في أحسن من الشخص يكون هو واضح مع نفسه. شو سوي في الروحانية يعني، من وين نصرفها هذه، من وين نصرفها يعني، مش يعني شو نسوي فيها بالضبط؟ معلش معلش، قولي لي فلوس، قولي لي يعني ترى واضح الموضوع، روحانية موضوع يعني شو نسوي فيها يعني بالضبط؟ مو مغري، مو مغري صراحة الموضوع. فهو صراحة الموضوع مو كثير مغري، كل ما اتجهت للأجساد المادية مو كثير مغري. ولما الشخص ينظف، خصوصا لما ينظف الجسد المشاعري، يصير الموضوع مغري، يختلف. لما تنظفين الجسد المشاعر وتتحررين من الخوف والغضب والعار واليأس والحزن، كل المشاعر السلبية، يكون الموضوع مغري، مغري جدا، بل مرات هو بنفس قدر أو أعلى من الثراء. يعني يكون الشخص كذا الموضوع الروحاني كثير مغري، كثير يحس أوه ماي جاد، أوه واو، أوه المتعة اللي موجودة فيه، أوه العمق، يا العمق اللي موجود فيه، أو يا الإحساس، يا الشعور، أو يا التجربة العميقة والشعور المختلف والقصة المختلفة. لما تدخل في الروحانية تحس إنك أنت يعني إنه أنت حياتك دبل 100 مرة. وطبعا قد يكون الثراء فيها شوية عمق، لكن لا يقارن بالروحانية. لكن إدراك أيضا هذا الأمر ما هو هين، ما هو هين، ما هو سهل. تخيل تكلم شخص في مثلا مستوى الشهوة على سلم هاوكس وتقول له تعال روحانية، أي روحانية يا عمي، أنت روح، أنت روح، أنت روحانيتك، روح أنت مع نفسك وسوي مديتيشن مع نفسك وتشغلنا بالقصة، لا تشغلنا بالموضوع. فإدراك الموضوع يحتاج لأصلا جسد مشاعري نظيف، فما بالك انه يكون مغري بالقدر الكافي. ولا اذا نظفتي الجسد المشاعري، مغري جدا، مغري جدا يعني. واصلا انت لو تتتبعين او تشوفين كثير من الروحانيين، ترى ممكن ينزلقون ويروحون، عشان تعرفين شدة الاغراء اللي موجود في الموضوع. يعني يروح الواحد، يروح 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 يعني، أو واو، ينسى كل القصة المادية. فيحتاج الواحد انه هو يتذكر دائما انه اوه واو، انا في قصة مادية، خلني احط مراسي مادية واوكي، واسمح لنفسي اني انا اروح هنا وهنا. فهي مراحل، هي مراحل، ومع الوقت ممكن انك انت تحسين انها مغرية. ومرات الاشخاص هم مشغولين في قصة مادية، لما تتحقق هذه القصة المادية تجهون للروحانية. ذلك أغلب الأشخاص الأثرياء هم روحانيين، شو يقعدون يسوون؟ شو يقعدون يسوون؟ قاعدين وسط القصر وخدم وحشم وكافيار وما أدري. طب واللي next واليخت يعني هناك،
والطيارة الخاصة نيكست. وشو النيكست؟ وين يروحون بعدها؟ وين يروحون؟ مريخ ولسه نيكست. وش اللي بعده؟ روحانية. فأنتي تشوفين الإغراء القريب اللي في السقف القريب، فلما توصلين للسقف هذا واو عندي قصة ثانية. بس في ناس يستطيعون هم يدركونها بدون ما يحصلون الإغراءات اللي موجودة في المادية. لكن تظل يعني لكل قصة يعني اتجاهها وإغراءاتها ومستواها. طيب يا جماعة، بحط لكم إن شاء الله النية، بحط لكم خلفية الجوال، وعندنا فيلم، عندنا فيلم في رمضان، فيلم روحاني كثير كثير جميل ومهم صراحة نبغى ندردش فيه. وبحط لكم في التويتر، في سناب، في انستغرام، تيك توك ما في مجال ما أعرف كيف. طيب وتابعوني على تيك توك، عندي حلقات جديدة جديدة، خلونا نشوف. أوكي، عندي حلقات جديدة، حاولت أدخل موضوعاتنا، أشرح الموضوعات بطريقة يعني عملية واقعية ومنطقية وفيها حواس مادية، عشان أي واحد كذا يحس إن الموضوع خرابيط وكذا لا نوريه كذا. فمثلنا حلقات تقريبا 30 حلقة، المفروض تنزل كل حلقة في تيك توك. أعتقد نزلت أول حلقة صح ولا لا؟ ما أعرف إذا شفتوها أو لا. نزلت أول حلقة صح؟ على تيك توك. ولما نزلت ولا شكلها ما عجبتكم كلش؟ ما عودها يعني؟ ها؟ نزلت، أوكي، أوكي نزلت. أوكي، ثانك يو. 37 تقول حبيت. أوكي؟ رأيك مقدر. حبيبتي انتي، لسه بشوف التجربة، بقيس التجربة. انا والله متحمسة، قلت يعني نحاول يعني نفهم بعض الموضوعات بطريقة اخرى. فتابعوني على تيك توك، كل يوم راح تنزل حلقة موضوعات مختلفة، ويعني في كل مرة من زاوية مختلفة برضو بالمطبخ. ايوة عندي اكثر من حلقة في المطبخ. اوكي، فتابعوني على تيك توك، وراح انزل النية، وراح انزل خلفية الجوال، وراح انزل الفيلم. ولا تنسون عندنا حاليا مواد الروحانية، عندنا نداء الروح، عقود الروح، علم الصيام، اسرة الروح، قصة الروح، عندنا رمضان ريكونكت، عندنا أبى أقولكم الجديد. إيش الجديد؟ مواقيت الروح والجوع الروحي. مواقيت الروح والجوع الروحي. طيب رمضان كريم عليكم كلكم، نشوفكم إن شاء الله بكرة. تصبحون على حب.